الان لتامر الصيام، يعطي الباص للحلمان، الحلمان 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 يمرر الى تامر، تامر تامر وخطيره العارضه الطوباسيه بعد الحارس مع السماحه. اللعبة تعود أمامية راسية، أوه 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 خطيرة، جول 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 جول. نعم الجول الأول أو جول الصدارة للشباب الخليل، بحث عنه طويلا، أتى في النهاية عن طريق اللاعب محمد يمين. الجول قائم الايمن، وبعد ذلك محمد يمين بكل العميديه. يا شباب الخليل اليوم يومك، اخبار الخير علومك، اخبار الخير علومك. هل الخير الاول بعد اللعبه الماضيه؟ تصدي بالمعاذ، تزيد من الحلمان، تشتيت خاطئ، عادت اللعبه الماضيه الى رامي مسالمه اللي عرض لمين؟ لتامر صيام، تهيئة ليمين، يمين يسجل أول أهدافه مع الشباب، بالتالي واحد لا شيء للشباب في هذه المباراة، تجعل المأمورية والمهمة الآن أسهل على عميد الأندية الفلسطينية، أصعب بالمقابل على الضيف الطوباسي. رصيد 30 نقطة مع مباراة إضافية، مباراة زيادة، مباراة زيادة، هاي لعبة، هاي لعبة، هاي جول، هاي جول، ربما جول، ربما جول، ربما هدف للشباب الخليل. تأخرت، يا الله تأخر خلدون الحلمان، ولكن الجول لم يتأخر. عالم يا ولد، لعبة جميلة 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 عن طريق هداف الدوري، عن طريق هداف الدوري، ولا يليق، لا يليق بالصدارة إلا اللون الأبيض. يسجل خلدون الحلمان، يسجل خلدون الحلمان. هون الباص، هون نزلنا بالريتم، ظنينا الكرة خلاص هربت يعني عن مكمن الخطورة، ولكن هي المحامي، هي المحامي يدافع، يدافع، يدافع خلدون عن حظوظ الشباب في التتويج بلقب الدوري. بلمسة سحرية، بلمسة سحرية لخلدون الحلمان لاعب الأهلي السابق، مهاجم الشباب الحالي، جول الثامن في الدوري، وضعها بحرفية عالية، وضعها بحرفية عالية خلدون الحلمان. يستغل الهجمة المرتدة الشبابية، الهجمة المرتدة للعميد عن طريق اللاعب ضي خروب، قد يأتي الثالث حاليا للشباب، 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 العرضية، العرضية، جول 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 للشباب الخليل. الجول الثالث، ومحمد يمين، محمد يمين اليوم وبس، اليوم في 80 دقيقة سجل محمد يمين أكثر مما سجل في 12 جولة ماضية، في 12 جولة ماضية، لأن لعبة الهلال مرتدة برضو مثالية للشباب الخليل. عرضية من عدي يقطعها عصفور، بيتابعها يمين ويسجل مع الشباب الجول اللي هو الثالث في المباراة. ثلاث لا شيء، أداء كبير، أداء جميل، وشخصية البطل تظهر في هذه المباراة لا شك كمان للشباب الخليل الذي يعلن عن نفسه اليوم على أنه أول متصدر للترتيب، ثم فريق مرشح بنسبة كبيرة للتتويج باللقب. اللقب الآن بين بلاطة الأمعري وشباب الخليل، ثلاث أندية، بطل القارة الإفريقية وبطل مصر كمان في كأس العالم الأندية، لكن الآن اللعبة، 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 اللعبة الأمامية، 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 الشهر الطويل بيكون له هاتف من الأول، وبالتالي جول. الشهر الطويل بده إياها من الأول، ده هو طمع فيها مرة من الحارس ولعب الكرة في المرمى، ولكن شاهر الطويل يسجل، شاهر الطويل والجول الرابع، شاهر الطويل والجول الرابع للشباب. قلت لكم اللاعبين اللي دخلوا كل واحد منهم حاب انه يسجل. كذلك برضه معاذ، يعني صراحه متعاطف مع معاذ، شوف حتى الانفراد شاله، لكن ما كان محظوظ فيها، راحت لداود كمان مره، داود لعب العرضيه، شاهر الطويل كملها في المرمى، وبالتالي الجول الرابع. ما فيش اوفسايد يا طوباس، ما فيش اوفسايد يا مصعب، دير بالك يا مصعب، وديروا بالكم يا لاعبي طوباس، الامور صارت صعبه. والرباعيه، الرباعيه لشباب الخليل، في البدايه قالوا بنا سعيد ابو الطاهر لا ينتصر الا بنتائج قليله، لا يسجل الا انتصار بهدف مقابل لا شيء. الان سعيد ابو الطاهر ينتصر بالاربعه، ينتصر بالاربعه بعد ما فاز على بلاطه في الجوله الماضيه 2-1.